السينما المستقلة عادة ينظر لإلها على أساس أنه هي السينما خارج إطار الإنتاج وخارج إطار الفكري اللي بتحدده شركات الإنتاج، حتى بتوصل للحرية الأسلوبية بالتعامل مع السينما أو حسب رؤية المخرج بتقديم لغته السينمائية الخاصة. هي النوعية من العقلية اللي بتقدم السينما بتخليها بيور أكتر، بتخليها شوي قريبة من عقلية وطريقة تفكير صانع العمل ذات نفسه. تحرر من القيد رح يخلق له مساحات واسعة كبيرة، قديش هو قدران إنه يتحرك ضمنها، قديش قدران يستغلها، هذا الشيء بيتوقف على الفيلم، على النتاج النهائي. فالسينما المستقلة قدران تنقل الواقع بتشوهه وتوظف هذا التشوه دراميا داخل الفيلم. كنت عم اشتغل على فكرة فيلم بس التغت الرغبة بصنع فيلم، لساتها موجودة بس الفكرة طارت. المتاح قدامي حاليا هو 7 أيام وثلاث كاميرات بيقابلها 3 محاور. التجربة اللي فتت فيها أنا شوي نوعيتها قريبة من الاختبار أو المختبر، خصوصا انه الفيلم ما عم يطرح نتيجته بشكل مباشر ويعطيها للجهه المموله، هو الفيلم كان عم رايح يختبر ويشوف وين بده يودي الفيلم. بالعموم الفيلم حتى كناحيه تقنيه هو فيلم لو بادجت ولو كواليتي، حتى المهمه الاصعب كانت انه هاي الامكانيات تتوظف دراميا داخل الفيلم، ما تكون لو كواليتي بس لأنه نحن عم نساوي سينما مستقلة. هذا برأيي ما له مبرر كافي. الوضع السياسي والاقتصادي ما بس يتحكم بالسينما، يعني يتحكم بكل شيء، فما بالك باستقلالية السينما. بتصور انه هي العوامل بلحظة من اللحظات حتى تحكمت بالانتاج الاحترافي. اول فيلم صار بالسينما السورية بعشرينات القرن الماضي كانت فينا نعتبرها سينما مستقلة، رغم انه كانت بتمويل مجموعة من الاشخاص. فالبدايات السينما المستقلة بسوريا هي من بدايات السينما السورية. المطب طبع المخرج المستقل هو طريقة تقديمه للغته السينمائية وشو نوعية التجديد اللي قدران هي اللغة تقدمه على الصعيد الشخصي وعلى صعيد السينما. الشيء الإيجابي الأهم اللي ممكن أنه يحصل عليه المخرج بعد صناعة هذا الفيلم هو الخبرة بالتعامل مع الأدوات، لأنه بغض النظر عن ضعفها، على فكرة ممكن السينما المستقلة تكون هاي بادجت يعني بلحظة من اللحظات. لذلك السينما المستقلة بصور هو مشروع صعب، بحاجة مسؤولية عالية وبحاجة كمان لاستمرارية كبيرة وبحاجة لتكريس لغة سينمائية بلشت أو رح تبلش، بالإضافة لاحتكاك دائم مع الشارع يلي هو أنا بتصور أنه هو مكمن السينما المستقلة.